أهلا بيكم، بنكمل سلسلة المراجعة مع بعض. نشوف أول سؤال معانا النهاردة. Qu'est-ce que vous pouvez dire dans les situations suivantes؟ بنقول إيه طبعاً في المواقف؟ أول واحدة معانا Vous décrivez la nature en automne. Vous dites هنا بنوصف الطبيعة في فصل الخريف. تعال نشوف الاختيارات مع بعض. Il y a des fleurs partout. Je suis né en automne. Les arbres sont en orange. أول واحدة بتقول لي il y a des fleurs partout. في زهور في كل مكان. نمرو بي Je suis né en automne. أنا مولود في فصل الخريف. نمرو سي Les arbres sont en orange. هنا بنوصف لون الأشجار إنها بتكون باللون البرتقالي. يبقى الجملة المناسبة نميرو سي. نشوف اللي بعده. Vous demandez à un ami l'utilité des vaches, il dit. هنا أنت بتسأل صديقك عن utilité des vaches يعني فايدة الأبقار. Il dit هو بيرد. وطبعا سؤال المواقف لازم نشوف بداية الجملة ونهاية الجملة. هنا مين اللي بيسأل؟ أنا اللي بسأل. طب مين اللي هيرد؟ صديقي اللي هيرد. طالما أنا بسأل وصديقي اللي بيرد يبقى لازم أشوف جملة، يعني ساعات بيبقى الاختيارات فيها جملة أسئلة وجملة إجابات. يبقى لو صديقي اللي بيرد على سؤال يبقى دايما أروح للجملة اللي فيها إجابة. طب نمرو أه بتقول لنا إيه؟ قال Nous donne du lait. بتدينا لبن. نمرو بي. Elles vivent dans la ferme. هم بيعيشون في المزرعة. نمرو سي. Elles nous donnent de la viande et des œufs. بتدينا لحوم وبتدينا بيض. طبعا يبقى الإجابة المناسبة نمرو أ. نمرو 16. Vous demandez un billet pour le vol de Paris. Vous dites. هنا أنت بتسأل عن التذكرة، تذكرة الطيران لباريس. هتقول إيه؟ طبعاً أنت بتسأل. يبقى إذن لو في جملة فيها علامة استفهام يبقى أنا لازم أروح عليها على طول. طيب هنا بيقول لي إيه؟ À quelle heure part l'avion pour Paris؟ آه دي صحيح سؤال، بس ناخد بالنا هنا بنسأل عن ميعاد الطيارة، في حين إن جملة الموقف بتقول لي فو دوموندي أنت بتطلب أن بيي بور لو فول دو باري. ناخد بالنا إن فيرب دوموندي له معنيين، يبقى إحنا اتلخبطنا في الأول. دوموندي فسرناها إنه بيسأل، في حين إن دوموندي هنا معناها بيطلب. فو دوموندي أن بيي بور لو فول دو باري، هنا أنا بطلب تذكرة لباريس. يبقى أستبعد جملة السؤال. نمرو بي ان بي الي سامبل بور لافيون دو باري. هنا انا عايزه تذكره ذهاب. سامبل هنا الي سامبل يعني ذهاب فقط. الي روتور يبقى ذهاب وعوده. ان بي الي سامبل بور لافيون دو باري، هنا عايز تذكره ذهاب فقط لباريس. نمرو سي جو فودري ان الي روتور بور لو تي جي في دو باري. هنا انا عايز تذكره ذهاب وعوده. تي جي في دي اختصار كلمة تران أجراند فيتاس اللي هو القطار السريع. طبعا المناسبة عندي هنا هي نمرو بي. نمرو دي ست رقم 17. Vous demandez à votre ami le nombre de repas par jour. بتسأله هنا عن عدد الوجبات في اليوم. Vous dites انت بتقول Quel est votre repas principal؟ إيه هي وجبتك الأساسية؟ Je prends trois ou quatre fois par jour. أنا بأكل من ثلاثة لأربع وجبات في اليوم. نمرو سي Combien de repas prenez-vous par jour؟ هنا كم عدد الوجبات اللي أنت بتتناولها في اليوم؟ يبقى الإجابة هي نمرو سي. 18. Au supermarché, vous demandez un produit laitier. Vous dites في السوبر ماركت أنت بتطلب منتج من المنتجات الألبان. Je voudrais des yaourts s'il vous plaît.
زبادي لو سمح. Apportez moi une livre de viande. هنا أنا بس بطلب لحمة. Donnez moi un kilo de crevettes. طبعا هنا غفيت مش منتجات الألبان خالص بل من منتجات البحار. يبقى طبعا الإجابة هي نمرو A. 19. Au supermarché, on vend des produits à bas prix. في السوبر ماركت بين on vend بنبيع des produits منتجات à bas prix يعني رخيصة السعر أو رخيصة الثمن. نشوف الاختيارات اللي معانا. Le produit sont moins cher. هنا المنتجات أقل في السعر. Les prix sont cher. الأسعار هنا غالية. نيميرو سي. Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. يعني هنا بتكلف سعر عالي جدا. يبقى الإجابة المنطقية هي نيميرو A. نيميرو 20. Vous demandez à un ami ce qu'il prend au déjeuner. أنت هنا بتسأل صديقك عما يتناوله في وجبة الغداء. Vous dites. طبعا طالما أنا بسأل يبقى عيني تروح على الأسئلة. يبقى أحصر الاختيارات بتاعتي ما بين B و C. نشوف B بتقول إيه. Qu'est-ce que vous mangez au dîner؟ هنا بسأله عن وجبة العشاء. نمرو C. Quel plat prenez-vous au déjeuner؟ أنهي الأطباق أو أنهي الوجبات اللي أنت بتتناولها في الغداء. يبقى الاختيار بتاعي هو نيميرو C. أنا مي فو دوموند لا ديفينيسيون دو كي ديزيرف فو ديت. هنا صديقك بيسأل عن تعريف الرياضة اللي اسمها كي ديزيرف فو ديت. أنت بترد عليه. طيب Il faut une corde pour faire ce sport. هل يلزمنا حبل علشان نمارس الكيتوزوف؟ C'est un sport violent fait dans les monts. هي رياضة عنيفة بتمارس فوق ليمون مونتاني. اخسر كلمة مونتان. C'est un sport pratiqué sur la mer. هي رياضة بتمارس على البحر. طبعا هي نمرو C. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لنا Le vendeur s'informe sur votre taille. البائع هنا بيستعلم عن مقاسك. يبقى هو هيسألك عن المقاس. يبقى طالما بيسأل يبقى طبعا نتجه إلى علامات الاستفهام نحصرها ما بين B و C. Quelle taille faites-vous, monsieur? مقاس حضرتك إيه؟ نيميرو C. Vous cherchez quelle couleur؟ هنا أنا بسأل عن اللون. لون حضرتك اللي بتدور عليه. طبعاً يبقى الاختيار عندي نيميرو B. Vous parlez de votre dessert préféré, vous dites. هنا أنت بتتكلم عن الحلوى اللي أنت بتفضلها. الاختيارات عندي J'aime le poisson. Poisson طبعاً عارفين إن هو معناه السمك. J'adore la glace à la vanille. بحب الايس كريم بالفانيليا. Je n'aime pas le gâteau quatre étapes. طبعا هي الحلوى هنا هي عندي وانا بحبها. يبقى ادور على الفعل المثبت سواء اني او ادوري او بريفيري. الاولاني كان حاجه ثانيه ما هياش حلوى. الاخير عندي je n'aime pas يبقى هي مش بريفيري خالص. يبقى انا عندي نيميرو B. نطول بقى على سؤال الجرامير. Ce matin, ma mère passait l'aspirateur. Passait l'aspirateur. أبصي كده على الجزء من الفيرب ألاقي ده التصريف الثالث. بارتيسيب باسي يبقى لازم عندي يكون الفيرب في الباسي كومبوزي. طبعا نستبعد الإجابة الأولى خالص. يبقى عندي نيميرو B ونيميرو C. طيب احنا عارفين ان فيرب باسي من الافعال اللي بتاخد يا اما اتر يا اما افوار. طب لو كان هي اتر يبقى لازم يكون في تبعيه للفاعل. يبقى انا عندي مامير مؤنث يبقى كنت لازم الاقي في باسي حرف او بتاع التانيث. يبقى طبعا كده بيديني اشاره ان انا ما ينفعش اختار معاها فيرب اتر لكن اختار معاها فيرب افوار. يبقى الاجابه هنا عندي ا باسي. موا جو سوي ني اوتون.
طبعا هنا أوتون ده فصل الخريف. إيه حروف الجر اللي بتسبق الفصول؟ كل الفصول بتاخد حروف الجر أون ما عدا فصل الربيع هو اللي بياخد الأو. تبقى الاختياري عندي هنا هي نيميرو أ. نو بارون سون أ باريس نو إكريفون. عايزين طبعا برونوم بيرسونيل. نو بارون سون أ باريس هنعوض عن نو بارون، إحنا هنكتب لهم، يبقى نو إكريفون أ نو بارون. يبقى طبعا الاختيار عندي هي لور. جينيال جينيال. ايدي اي سوبرب. يبقى انا عايزه هنا يا ترى اختار تون ولا تا؟ طبعا استبعد تي لوجيك لان هنا تي للجمع وانا عندي ايدي مفرد. يا ترى ايدي مؤنث ولا مذكر؟ طبعا مؤنث، بس ناخد بالنا هي مؤنث بس مبدوءه بفايل، يبقى هنختار بدل تا هنختار تون. On passe nos vacances campagne. بنقضي الأجازة بتاعتنا في الريف. طبعا campagne féminin، يبقى لازم تاخد آ لا على campagne. نشوف اللي بعديها. Tu vas souvent au musée du Louvre. عايزة أنفي الجملة. No, je n'y vais. هنا سوفون أو حاجة بيسهلها لك جدا، أول ما تلاقي سوفون أو توجور أو كالكو فوا طبيعي على طول بنختار جامي. نو على بيتونك أو كلوب. نو على بيتونك أو كلوب. يبقى أنا عايزة أختار فيرب خاص بالرياض، بس كل الأفعال دي تنفع، بس اللي هيخليني أختار فيرب عن فيرب إيه؟ أشوف إيه اللي جاي بعد النقط. عندي آ لا، يبقى إذن حرف الجر آ بإشكاله يبقى فيرب جوي، لأن فيرب براتيكي بياخد أدوات معرفة وفيرب فير بياخد أدوات تجزئة. vous déjà baladé dans la forêt. نفس الكلام، يا أنا عايزة هنا فيرب يا إما فيرب آتر يا إما فيرب أفوار. طيب هنا هبص الاقي فيرب بلدي منتهي عندي في تبعيه، يبقى على طول اختار فيرب اتر. بس في حاجه عندي في نيميرو ا ونيميرو سي الاثنين معاهم فيرب اتر، يبقى انا اشوف بقى يا ترى فيرب بلدي ده هل فعل عادي ولا فعل برومينال. فيرب بلدي فاصله فيرب سو بلدي، يبقى طبعا اختار لها نيميرو سي. يبقى فو فوزت ديجا بلدي دون لا فوري. طيب اللي بعديها tu fais activité au club. tu fais activité au club. طبعا الكلمه activité بلوريال، يبقى استبعد الاختيار الثالث سي، يبقى الاختيار عندي ما بين ا وما بين ب. يا ترى بقى activité masculine ولا feminine؟ لو كانت ماسكولين هاخد الأ، لو كانت فيمينا هاخد البي. طبعا في أصل الكلمة بنقول إن أكتيفيتي، يبقى هي فيمينا يبقى بنختار لها إجابة بي. اللي بعدها لا ناتاسيون سي بلو كو لا بوكس. طيب يبقى هنا أختار صفة من الصفات اللي عندي. طبعا هنا انا بقارن ما بين الناتاسيون والبوكس، يا ترى اقول موتيفون ولا موتيفونت ولا موتيفون؟ طبعا حد هيقول لي هي نيميرو سي بلوريال نستبعدها. تمام هنستبعدها، يبقى الاختيار هنا ما بين ا وما بين بي. يا ترى نقول La natation, c'est plus motivant chez le masculin ou c'est plus motivant chez le féminin? Yalla, fakkaru maï. Taban, hina, ana عندي la natation, taban, hina, féminin. Bas, ana عندي comme, wa عندي c'est. واللي بيجي بعد سي دايما 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 افتكروا معايا كده في كومة وفي سي
يبقى نختار على أساس سي، وسي بتساوي إيل في الماسكولان، يبقى أختار لها الأدجكتيف ماسكولان، يبقى أختار نيميرو أ. لكن لو كانت عندي جملة ماشية لا ناتاسيون اي بلو، هنختار لها بي موتيفون تو كو لا بوكس، لو ما كانش عندي سي. آخر جملة معانا، جوفو أين فات دي جيزي. طبعا هنا أنا عندي فيرب انفيتي وانفيت وانفيت في نمبرسي. أنا عندي جو وعندي فو، أنا عندي هنا ضميرين. طب أنا هختار الفيرب على أنه ضمير؟ هختار على الضمير الأولاني اللي هو جو. فو هنا دي بتبقى ضمير للمفعول، يبقى je vous invite اللي هي الاختيار بتاعي C. أتمنى تكون المراجعة بتاعت النهاردة سريعة وتكون مفيدة إن شاء الله. Au revoir.